بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله. نلتقي في ليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية المباركة، ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب الذي سوف يبدأ بورقة بحث، وبعد ورقة البحث إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم، ويا حبذا تكون على ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ. مساكم الله بالخير سماحة الشيخ العزيز. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك ويبجيك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، وتفضل سماحة الشيخ في ورقة البحث. أعمالنا وأعمالكم، شكرا لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. نحن نريد لأبناء هذه الأمة ألا ينخدعوا بالأكاذيب والتاريخ المزور، ولهذا نحن نطرح هذه الأوراق البحثية علها تكشف عن هذا التزوير وعن هذه الخديعة، وتبين الحقائق على ما ينبغي أن يعرفه الإنسان المسلم. لقد تحدثنا في الليالي الماضية عارضين أكثر من مثال ونموذج للتزوير والتحريف الذي تطفح به مصادر الطائفة البكرية، وعرضنا كذلك حقائق تتعلق بطبيعة العلاقات التي كانت تسود فيما بين ذلك المجتمع، مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. لم تكن العلاقات فيما بينهم جميعا على ما يصوره كبراء أهل الخلاف، من أنها كانت علاقات طيبة فيها تواد وتراحم، بل كان كثير من أفراد ذلك المجتمع وخصوصا الرؤوس الكبار العلاقات فيما بينهم كانت متوترة، تحمل البغض والضغينة والحقد. هذه الليلة سيتواصل حديثنا في هذا الاتجاه إن شاء الله تعالى. قبل أن نعرض هذا النموذج، يروق لنا أن نسأل سؤالا لكل مخالف: ما هو حكم ذلك الذي يسمع سبا
لصحابي على ما تعرفونه وتعبرون عنه على هذا الاصطلاح؟ ما هو حكم من يسمع هذا السب لصحابي جليل دون أن ينكره بل يرتضيه ويمضيه؟ لا شك ولا ريب أنكم تقولون في الجواب أن هذا من الإثم، لأن سب الصحابي منكر ينبغي النهي عنه. وأساسا إن عماد الضجة التي تفتعل علينا نحن في هذه الأرجاء إنما هو هذا، أننا نحن بزعمهم نسب الصحابة على ما يعبرون، فيقولون لا يسعنا أن نسكت عن ذلك لأن السكوت عن هذا إثم. ننتقل هنا إلى سؤال آخر، ماذا تظنون بعائشة سيدة الجمل حين تسمع سبا من هذا القبيل؟ الحالمون منكم يقولون لا شك أنها تغضب، أو لا أقل تبدي إنكارها ولا ترتضي أن يسب في محضرها أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، سيما إذا كان من أكابرهم. لكن الواقع خلاف هذا، الواقع خلاف هذا فيما يتصل بسماعها لسب أحد هؤلاء. إن كان هذا المسبوب أبو الحسن علي صلوات الله عليه فإنها كانت ترتضي ذلك ولا تبدي اعتراضها عليه، بل تبدي موافقتها وإمضاءها لهذا السب. كل هذا بأسانيد صحيحة أو بأسناد صحيحة لأحاديث رويتموها، وموضوعنا في هذه الليلة هو هذا. هنالك حديث أخرجه كل من الترمذي في سننه، رقم الحديث عنده 3764، والنسائي في سننه رقم الحديث عنده 7965، والحاكم في مستدركه رقم الحديث عنده 5658، وسنن ابن ماجه كذلك نجد فيه هذا الحديث ورقمه هناك 145. عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما، وفي لفظ آخر أرشدهما. هذا هو الحديث. قد تتساءلون الآن قائلين شيخنا وماذا في هذا الحديث؟ أي شيء في هذا الحديث يتصل بالورقة البحثية هذه؟ إنا لا نرى فيها في هذا الحديث لا نرى فيه سبا ولا رضاية من عائشة وموافقة منها على ذلك السب لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. الجواب: هذا الحديث مبتور،
له مقدمة بترها كل من الترمذي والحاكم وابن ماجه والنسائي على عادتهم في قص الأحاديث حين يرون فيها ما يسيء إلى معتقدهم فإنهم يبترونه يقصونه، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر الحق فيفلت الحديث على نصه الأصلي من مقص الرقيب هذا ويخرجه آخرون في صحاحهم في مسانيدهم على لفظه الأصلي. انتقلوا إلى أحمد بن حنبل، أخرج هذا الحديث لكن لم يخرج فقط ذيله وبتر ما قبل ذلك، وإنما أخرجه كله، وحين ذاك نعرف مناسبة قول عائشة أنه ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، هنالك مناسبة لقولها هذا في مدح عمار عليه الرضوان. ما هي المناسبة؟ افتح مسند أحمد ورقم الحديث هناك 24259. يقول: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي، جاء رجل فوقع في علي يعني سب عليا صلوات الله عليه وروح فداه، شتم عليا، أساء لعلي على أقل تقدير. قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة. عائشة جالسة في مجلسها وإذا رجل يأتي ويسب عليا وعمارا، فقالت: ماذا تظن أيها الحالم الآن يا من تحلم بتلك الصورة الخيالية التي يرسمها لك مشايخك الكذابون حين يقولون: كلا، كانت عائشة تحب عليا تحترم عليا، الإشكال فيما بينهم كان إشكالا واختلافا على مسألة القصاص، إشكال فقط أنه علي يقول: أنا أريد أن أؤخر مسألة القصاص من قتلة عثمان، وعائشة تريد أن تعجل ذلك، فوقع نزاع بينهما وتطور الأمر إلى معركة الجمل، وكل هذا كان من عبد الله بن سبأ وجماعة الرافضة الذين كانوا هناك والسبئيين، وإلا هم فيما بينهم، يعني لو خلي الأمر وترك لعلي وعائشة لوجدتهما مثل السمن على عسل، يحبان بعضهما بعضا ويحترمان بعضهما بعضا، يودان بعضهما بعضا، لا يستحل أحدهما الإساءة إلى الآخر أو الطعن في الآخر، وينكر على من يطعن، ينكر على من يقع. هذه الصورة الخيالية، حلم، ولكن هذا الحلم يتبدد وينكسر على صخرة الواقع، الواقع خلاف ذلك. إلى هنا في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل يتصور هذا الحالم أنه لما يأتي ذلك الرجل إلى مجلس عائشة ويقع في علي وعمار فإن عائشة ستنهره، ستنكر عليه أنه كيف هكذا تتحدث عن اثنين من أجلاء أصحاب رسول الله على أقل تقدير. يعني إذا أعرضنا عن كون علي عليه السلام الخليفة الشرعي
والإمام المفترض طاعته، ومن هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الحكيم، وله كل هذه الفضائل والمناقب، زوج البتول وأبو السبطين والصديق الأكبر وأول من آمن وأبو الأئمة الأطهار عليهم السلام، والذي بسيفه استقام الإسلام. إذا عرضنا عن كل ذلك فهو لا أقل من كونه صحابيا جليلا على تعبيركم وعلى هذا الاصطلاح الذي تقولونه. فهل كان الواجب على عائشة أن تسكت عن ذلك أم تجيب منكرة؟ لا شك أنه كان الواجب عليها أن تنكر، لأنه إن سكتت وارتضت ذلك فهي شريكة في الجريمة، شريكة في هذا الإثم، وهو الوقوع أو الوقيعة في أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. لكن الطامة الكبرى أن عائشة لا تكتفي بالسكوت فقط، وإنما تقول عبارة تومئ بها إلى أنها توافق على ما قاله هذا الرجل في علي عليه الصلاة والسلام، وإنما تعترض فقط على ما قاله في عمار عليه الرحمة والرضوان. لاحظوا، جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة فقالت أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا، أما علي فأنا ما أقول لك شيء، تريد السب سب، تريد أن تقع فيه افعل، أنا لا أقف أمامك، قل ما تشاء في علي في الطعن في علي، ولكن عندي اعتراض بالنسبة إلى عمار فقط. أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هنا اكتملت الصورة. شوف، لاحظ، شوف البتر الذي قام به من هم غير أحمد بن حنبل في تلك المصادر التي نقلتها لكم. جاءوا فقط بهذا المقطع الأخير من الرواية، أنه لا يخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. قالوا قالت عائشة عن عائشة، خلاص هذا هو اللي قالت، مع أنه هذا الحديث نفسه مروي عن عطاء ابن يسار، ورواه عنه حبيب بن أبي ثابت، فلا بد أن يكون لفظ الحديث هو هذا، ولكن بتروا كل ما قبل هذه العبارة. لماذا؟ لأن كل ما قبل هذه العبارة يهدم معتقدهم. أنتم تقولون، يعني يعترض عليهم حين ذاك أنه أنتم تضحكون علينا وتخدعوننا، تقولون كانت عائشة تحترم عليا، وهذا الحديث ينسف هذا التصور 100% كلية. يظهر هنا أن عائشة لا تحترم عليا، بل على العكس توافق على الطعن في علي، ولذلك هذا الذي جاء إليها وطعن في علي وعمار قالت أما علي فلست بقائلة لك فيه شيئا، ما أقف أمامك ولا أمنع من أن تطعن في علي، ولكن فقط عمار ترى سمعت رسول الله يقول ما يخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، فعمار راشد، لماذا تطعن فيه؟ هذا الحديث لوحده ينسف كل هذا الحلم. هنا عائشة آثمة، إذ إنها لم تقف أو لم تمنع أو تنكر على هذا الذي وقع في علي صلوات الله عليه، أي قدح فيه، سبه،
قد يقول قائل هذا الحديث ضعيف، وحتى نبين له ونؤكد له أن الحديث صحيح، ها نحن نعرض السند أمامكم لنرى هل أن كل رجل من رجال هذا السند ثقة صدوق أم لا. الحديث يرويه أولا أحمد بن حنبل، ولا يحتاج إلى تثويق إلى توثيق، هو إمام الحنابلة. عن من؟ يقول حدثنا أبو أحمد. من هو هذا أبو أحمد؟ شيخ أحمد بن حنبل، ويدعى أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري. ماذا قيل في هذا الرجل؟ هذا ثقة. أقوال علمائكم فيه، قال فيه ابن حبان ثقة، قال فيه أبو حاتم حافظ للحديث عابد مجتهد، قال فيه أبو زرعة صدوق، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة ثبت، قال فيه يحيى بن معين ثقة. إذن هذا الراوي الأول شيخ أحمد بن حنبل ثقة ثبت عابد مجتهد. قال حدثنا عبد الله ابن حبيب. من هو هذا؟ عبد الله ابن حبيب ابن قيس الأسدي. ماذا قيل فيه؟ قال فيه ابن حبان ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة، قال فيه الطبراني ثقة، قال فيه الذهبي ثقة، قال فيه يحيى بن معين ثقة. كل هؤلاء وثقوه. زين، عمن يروي؟ عن أبيه، عن حبيب بن قيس الذي هو حبيب بن أبي ثابت الأسدي. ماذا قيل فيه؟ قال فيه ابن حبان ثقة، قال فيه أبو حاتم صدوق ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة فقيه جليل، قال فيه الذهبي ثقة مجتهد فقيه، قال فيه يحيى بن معين ثقة حجة. زين، عمن اللي بعد منه؟ عن عطاء ابن يسار، هذا الذي يروي مباشرة عن عائشة. تبقى فقط عندنا هذا الرجل، ماذا قيل فيه؟ هذا عطاء ابن يسار الهلالي، قال فيه ابن حبان ثقة، قال فيه أبو زرعة ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة فاضل صاحب مواعظ وعباده، قال فيه الذهبي من كبار التابعين وعلمائهم، وقال فيه يحيى بن معين ثقة. إذن كل رجال هذا السند ثقات أجلاء، فالسند صحيح صحيح صحيح. والحديث صحيح صحيح صحيح، ويثبت أن عائشة كانت ترتضي الطعن في علي والوقيعة فيه وسبه دون أن تنكر شيئا من ذلك. لماذا؟ ما هو السر؟ لأنها كانت تبغض عليا، كانت حاقدة على علي، وإلا لدافعت عنه كما دافعت عن عمار مثلا. لماذا عائشة لم تعمل بالواجب الشرعي وهو الذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الواجب الشرعي عندكم، ألم يكن علي صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألم يكن صحابيا على اصطلاحكم؟ على أقل تقدير علي مو صحابي؟ ليش عائشة ما دافعت عنه؟ ولماذا تقيمون الدنيا علينا
حين نطعن في أمثال أبي بكر وعمر مثلا، نتأسى بعائشة، ما كانت تدافع، ما كانت تنكر على الذي يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه، وهذا للعجب، عائشة نفسها هي التي تروي عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك الحديث المكذوب الذي يقول فيه النبي أنه لا تسبوا أصحابي. كمثال يخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم الأوسط، ورقم الحديث هناك 4911، والحديث بسند صحيح عن عطاء، نفس هذا عطاء، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. عائشة تروي هذا الحديث، وفيه على زعم عائشة وعلى زعم من رواه عنها أن النبي يحرم سب أصحابه ويلعن من سب أصحابه. لماذا عائشة لم تنكر على ذلك الرجل وتقول له قف، إنك تسب أحد أصحاب رسول الله وهو علي عليه السلام فلعنة الله عليك، لأن النبي لعنك ولعن كل من يسب أصحاب النبي. أليست هي تروي هذا الحديث؟ ألا ينبغي أن تتصدى لهذا الذي جاء بهذا المنكر؟ ما هو حكم الذي يسكت عن المنكر؟ اسألوا فقهاءكم. والعجيب أن أهل الخلاف يروون حديثا آخر فيه التشديد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يشدد على ضرورة الإنكار على من يسب أصحابه. هذا الحديث مثلا يخرجه الترمذي في صحيحه أو في جامعه، رقم الحديث هناك 3831، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. ليش عائشة ما عملت بهذا الحديث؟ لماذا لم تقل لذلك الرجل الذي أمامها جاء ووقع في علي وعمار، لماذا لم تقل له لعنة الله على شرك؟ لماذا؟ بل على العكس، ارتضت وأمضت ووافقت على سبه وقدحه في علي صلوات الله عليه، وإنما دافعت عن عمار دفاعا باردا، ما تصدت لذلك الرجل وقالت له أنت كافر، كما الآن يكفروننا مثلا، يقولون أنتم تسبون الصحابة أنتم كفار. عائشة ما كفرت هذا الذي يسب. اعرفوا الحقائق، اعرفوا أن هؤلاء يكذبون عليكم، يصورون لكم تاريخا زائفا، يقولون لكم لا كانت العلاقات طيبة بين عائشة وعلي وما شجر بينهم كان سوء تفاهم، وإلا هم الآن أحباء متوادون متراحمون رحماء بينهم. أين هو رحماء بينهم في مثل هذه الحوادث؟ أولا، لماذا جريمة تحريف الحديث أو التلاعب فيه، بتر جزء منه، إخفاء جزء منه، صدر الحديث شالوه كله؟ الحمد لله أحمد بن حنبل أفلت منه الحديث على ما هو عليه الحديث الأصلي. أساسا هذا ليش يصنعونه؟ كما بينا سابقا، المذهب الذي يتلاعب في الأحاديث اعلم أنه مذهب على ضلال، وإلا ليش يروح يقصقص بالأحاديث؟ إذن يعلم أنه أرضيته ليست صلبة رخوة، فلابد أنه يغير ويعدل بالأحاديث حتى تلائم مذهبه. هذا أولا. ثانيا،
لماذا عائشة لم تنكر المنكر ولم تلعن هذا الذي سب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل تقدير؟ ولماذا لم تنكر عليه وتوقفه عند حده؟ لماذا تعاملت أو كالت بأكثر من مكيال؟ يعني بالنسبة إلى علي قبلت بسبه، لكن بالنسبة إلى عمار مانعت ولم توافق. معنى هذا أن عائشة كانت تكن بغضا خاصا لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا البغض الذي جعلها تخرج عليه، لا أنها خرجت للإصلاح كما يزعم التائهون في بحر الضلال والزيف والخديعة. عائشة كانت تبغض عليا صلوات الله عليه، وهذا ثابت بأسناد صحيحة بأحاديث صحيحة أنتم تروونها، ولكن وأسفاه على هذه الحقائق التي لا تخرج إلى العامة. هذا مثال واحد أنا الآن أطرحه لحديث صحيح يثبت أن عائشة لم تكن تطيب نفسا بخير تجاه علي، ما كانت تطيب لعلي نفسا بخير. الحديث تجدونه أيضا في مسند أحمد، رقم الحديث هناك 25,336، والسند صحيح عن ابن عباس في حديث يقول: أتدرون من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ لما تحدثت عن أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يهادى بين رجلين، الفضل بن العباس ورجل آخر، لم تسمه؟ ابن عباس يعلق على هذا حديث عائشة فيسأل، يقول للناس: أتدرون من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. عائشة ما تتحمل تذكر اسم علي من بغضها وحقدها على علي. لا تطيب له نفسا بخير، كلام ابن عباس حبر أمتكم، ترجمان القرآن، والسند صحيح يرويه إمامكم أحمد بن حنبل. إذن وين الكلام اللي تخدعون به الناس أنه عائشة كانت تحب علي بن أبي طالب وكانت تحترمه؟ وين هذا الكلام السخيف؟ منين جاي به هذا؟ مصادركم المعتبرة، أحاديثكم الصحيحة تؤكد أنها ما كانت تحتمل أن يذكر خير عن علي بن أبي طالب، بحيث حتى اسمه ما تجيبه، تقول ورجل آخر، الفضل بن العباس ورجل آخر، ما تسميه، لا تسميه. لماذا؟ ابن عباس يشرح: ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. حقد في قلبها، بغض لعلي، وتلك أمارة ماذا؟ أمارة النفاق. يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا أو من جاءت أمه به في حيضة أو. عائشة منافقة على أقل تقدير إذ تبغض عليا. لا تقل أنه عائشة كانت يعني طيبة القلب ولذلك ما كانت تنكر على من يسبونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، مو فقط القضية مقتصرة على علي، لا، حتى لو واحد يأتي يسب أبوها مثلا أما كانت ترد عليه. هكذا قد يقول بعض البلهاء، ولكن ارجع إلى التاريخ وقارن، شوف لما عائشة كانت تسمع سب أبيها مثلا أو سب عمر ماذا كانت تصنع، وقارن ذلك الموقف مع هذا الموقف.
لما جاءها رجل وأسمعها سب علي عليه السلام وكيف قالت له أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا. مو مهم علي، روح لك ضوء أخضر سب كما تشاء. أعرض هذا النموذج الأخير، أنه كيف واجهت عائشة من وقع في أبيها. ارجعوا إلى طبقات الحنابلة لأبي يعلى المجلد الأول الصفحة 263، تجده يروي هذه الرواية عن الزبير بن البكار. هذا رجل طبعا معتمد عند أهل الخلاف. عن الزبير بن بكار الزبيري قال حدثني رجل عن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الله قال حدثني محمد بن القاسم مولى بني هاشم قال بلغ عائشة رضي الله عنها على حد تعبيره وناقل الكفر ليس بكافر. إن الكلام أنه واحد يترضى على هذه المرأة الملعونة المنافقة هذا كفر هذا، ولكن أنا ناقل للكفر فلست بكافر. قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن ناسا يتناولون أبا بكر، يعني يشتمون أبا بكر، يقعون في أبي بكر. شوفوا ما جاءوا عندها، لا بلغها، بلغها أن ناسا يتناولون أبا بكر، الظاهر كانوا رافضة مثل. بلغ عائشة رضي الله عنها أن ناسا يتناولون أبا بكر، ما سكتت، لا لا، بعثت وراءهم، فبعثت إلى أزفلة منهم. أزفلة منهم يعني ماذا؟ يعني جماعة منهم، أزفلة جماعة باللغة العربية. فبعثت إلى أزفلة منهم فلما حضروا أسدلت أستارها فحمدت الله وأثنت عليه وصلت على نبيها صلى الله عليه وآله وعذلت وقرعت، تقريع توبيخ، اهتمت، لا جابتهم وأسدلت ستارها على حد وصف الرواية، وبدأت تخطب خطبة عصماء طويلة وعريضة في الذب عن أبيها وقرعتهم. والخطبة جدا طويلة ترى، أنا فقط آتي بأولها هكذا لأن وقت ماكو. وعذلت وقرعت ثم قالت أبيه وما أبيه، أبي والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات هيهات كذبت الظنون، أنجح والله إذ كذبتم وسبق، يعني أبو بكر صدق النبي وأنتم كذبتموه، وسبق إذ ونيتم، هو سابقكم وأنتم متأخرون، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فتى قريش ناشئا. طلع أبو بكر هو فتى، مو لا فتى إلا علي، طلع أبو بكر طلع فتى قريش وإحنا ما ندري، فتى قريش ناشئا وكهفها كهلان، إلى آخر الخطبة طويلة عريضة تطول نصف ساعة إذا نريد أن نقرأه. كل هذا جاء قامت به لماذا؟ في الذب عن أبيها. لماذا تقومين بهذا؟ تقولي صاحب رسول الله، ورسول الله أنا أروي عنه لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي، إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. فإذا تدافع بحرارة عن أبيها، ولكن عن علي شنو تقول؟ أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا. الحكم لكم، لاحظوا هذه النقاط. أولا تلاعب في الأحاديث، ثانيا حديث صحيح ينسف كل هذه التصورات الخيالية عن العلاقات الطيبة فيما بينهم، بل يثبت وجود الضغينة والحقد. ثالثا أنه من يسب الصحابة في شرع عائشة ناس ناس، يعني إذا سببت أبا بكر فلا حقك القتل، إذا سببت عمر حقك القتل، إذا سببت عائشة كذلك،
ولكن علي لست قائلة لك في علي شيئا. واليوم سبحان الله نفس هذه الصفة العائشية موجودة في أبنائها، تجدهم مع الأسف الشديد إذا ما سمعوا قدحا في علي وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لا يتحركون بالقدر الذي يتحركون ويبدون غضبهم وسخطهم وانفعالهم حين يسمعون قدحا في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو حفصة ومن أشبه. لماذا الكيل بمكيالين؟ لأن هذا الدين دين بكري عمري عائشي، هذه رموزه المقدسة. وإلا أمة أهل البيت ليست رموزه المقدسة، الرموز التي ينتحلون ولايتها واحترامها. بل حتى الرمز المقدس الأول وهو محمد صلى الله عليه وآله المنصف، إذا راجع في زماننا هذا أنهم كيف يتعاملون مع من يسيء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو يطعن فيه، نجد أن ردة فعلهم أقل بكثير ممن يرونه يسيء بزعمهم لعائشة مثلا. ماذا فعلوا بي لما سمعوا مني على حد ما يزعمون أنه إساءة لعائشة؟ وأنا والله لم أسئ إليها، وإنما عرضت تاريخها الأسود. هسه أنت ما تريد تسمع هذا التاريخ الحقيقي، شأنك. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وأماه 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 أم المؤمنين وأم المؤمنين، في حين هذه إذاعات عندكم نصرانية الليل نهار تطعن في نبيكم صلى الله عليه وآله، ما رأينا شيئا من ضجتكم. بيانات استنكار وتنديد هنا وهناك، حملة مقاطعة بضائع، وكان الله غفورا رحيما. ما سووا كل هذه الضجة التي اجتاحت العالم من الخليج إلى المحيط. هذا ينبئنا عن هذه الصفة، عن هذا الكيل بمكيالين الذي مرده أن هذا الدين ينتسب إلى من في واقع الأمر. تفضلوا. دام فضلك سماحة الشيخ، أحسنت وأجدت إن شاء الله وطيب الله أنفاسكم. بالبداية سماحة الشيخ، في حلقة الأمس كان عندنا سؤال أو أكثر من سؤال لإخوان اتصلوا، وكان الوقت أدركنا طبعا، وأنتم سماحتكم شوي صار عندكم الضغط سبب قلة الأكل سماحة الشيخ، مفروض تعتنون في صحتكم إن شاء الله، فما قدرنا نجاوب على سؤالين أو لا تقريبا سؤالين من أخ من إخوان شيعة وسؤالين من بكري. هي نعم سماحة الشيخ، سؤال اللي ما جاوبته عليه اللي هو من المتصل يحيى من الرياض، قال احنا بحكم ان نؤمن بالمهدي كما انتم تؤمنون بالمهدي كذلك، فما الفرق بين مهدينا ومهديكم؟ ولماذا دائما مهديكم ظاهر للساحة ونحن مهدينا مختفي؟ وهل لديكم بحث في هذا الخصوص؟ يعني كبحث مكتوب لا، وإنما يعني بحثي في هذا الشأن بحث أحتفظ به لنفسي، ويمكن للأخ أنه إذا يريد يعني أن يطالع شيئا مما نقوله في هذا الشأن أنه يبحث في بعض محاضراتنا وأجوبتنا على الموقع الرسمي. ولكن بالنسبة إلى الفوارق، لا يخفى أن هنالك فوارق في هذه العقيدة المهدوية، يعني في الاعتقاد بأصل الفكرة المهدوية، أنه من هو هذا المهدي. من بين الفوارق المعهودة المعروفة أنه مثلا مهديهم لم يولد بعد، مهدينا ولد وهو يعيش بقدرة الله تبارك وتعالى، كما يعيش النبي، كما عاش النبي نوح عليه الصلاة والسلام مدة طويلة. من بين الفوارق مثلا أنه هذا
المهدي الذي نعتقد به هو امتداد لسلسلة الوحي الإلهي لأهل الأرض. نحن نعتقد أن الوحي لم ينقطع عن أهل الأرض برحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه نظرية خاطئة. الذي انقطع مع رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو ذلك الوحي القرآني الذي يمر عبر النبي ويخاطب به البشر أجمع، وهو القرآن الحكيم. أما ذلك الوحي الذي يكون موجها لإمام الأرض، لمركز التحكم في الأرض، لحجة الله على الأرض، هذا وحي لا ينقطع. هنالك عمود نور يصل بين السماء وبين ذلك الإمام الذي يكون حاضرا في كل زمان. وهذا لنا عليه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، فضلا عن السنة الطاهرة. سورة القدر تثبت نزول الأوامر الإلهية لا أقل في كل ليلة قدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنالك أوامر تنزل بها الملائكة في ليلة القدر، قل لي من يستقبلها من الأرض؟ أنا وأنت؟ كلنا نشعر من أنفسنا أننا لا نستقبل هذه الأوامر، فإذا لابد من أحد يستقبل هذه الأوامر، ولا يكون ذلك إلا الإمام المعصوم. وقد جاءنا في أحاديثنا الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام الحث على أن نخاصم بسورة القدر، أنه خاصموهم بسورة القدر، يعني خاصموا حاججوا المخالفين بسورة القدر. لم ترفع ليلة القدر، الإجماع قائم على أن ليلة القدر تتجدد في كل عام، وما دامت تتجدد في كل عام إذن يتجدد هذا الذي يحصل والذي أنبأتنا فيه سورة به سورة القدر في القرآن الحكيم، وهو نزول الأوامر من لدن العليم الخبير. هذا أمر واضح. لا تقل إنه هذه الأوامر هي التي يعني الله عز وجل يقضي ويقدر فيها شؤون أهل الأرض إلى سنة قادمة، فهي مجرد أوامر بمعنى أمور تنفذها الملائكة، لأنه عليك أن تلاحظ القرينة في صدر السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الحكيم، ونحن نعلم أن القرآن الحكيم وحي يستقبله أحد على الأرض، وهو من؟ النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، كان يستقبله. ثم تمضي الآيات الكريمات، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنا إنزال وهنا إنزال، المشترك هو الوحي، ولا بد في كلا الأمرين من أن يستقبله أحد، ولا يمكن أن يستقبله أحد في زماننا إلا ذاك الذي تقول الشيعة أنه الإمام من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المكلف بإمضاء وتنفيذ هذه الأوامر الإلهية. هذا فارق جوهري، والفوارق عديدة في هذا الشأن، لكن أهم الفوارق التي أدعو الأخ يحيى أو غيره إلى أن يبحثوا فيها، أنه هذا المهدي، مهدي الشيعة ومهدي البكرية، أي منهج يطبق؟ هذا في الواقع هو أصل الإشكال. هذا المهدي الذي يعتقد به البكرية إنما هو يطبق منهجا يماثل منهج أبي بكر وعمر، يعتقدون به مجرد حاكم خليفة من خلفائهم، هكذا يظهر يعني، ويحكم بسيرة عدل وسيرة هدى، لا أكثر من هذا، وليس له اتصال مع السماء. أما المهدي الذي نعتقد به وهو الخليفة الشرعي الثاني عشر،
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، فهو يطبق ذلك المنهج الذي جاء به محمد وعلي والحسن والحسين وأئمة أهل البيت، وهو الامتداد لهذا الطريق. والمنهجان متباينان، لا يمكن لعاقل ولا منصف ولا صادق مع نفسه أن يدعي المطابقة أو التطابق بين منهج محمد وعلي ومنهج أبي بكر وعمر، محال. ولنا في ذلك دراسات وبحوث ذكرناها في محاضراتنا بالتفصيل الممل، أخذنا نقطة نقطة، عرضنا هذه سيرة محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما، وهذه سيرة أبي بكر وعمر، ما وجدنا مطابقة، وجدنا اختلافا وتباينا هائلا. ولهذا لم يرتض علي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بمنهج أبي بكر وعمر وسيرتهما لما عرضت عليه الخلافة بعد مقتل عمر في هذه الشورى السداسية على ما يزعمون. قال له عبد الرحمن بن عوف: ابسط يدك، نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين. قال: أما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا. لماذا رفض علي سيرة الشيخين؟ هذا أمر أنتم ترونه. لماذا؟ هذا ينبئنا عن أن المنهجين متغايران. هذه النقطة المحورية التي ينبغي أن تبحث فيها هذه الأمة في قضية المهدي الموعود. ثم إن الفكرة المهدوية أو الاعتقاد بالمهدوية عند أهل الخلاف قد تبدد في الواقع العملي. يعني من منهم الآن عنده استعداد أنه إذا ظهر هذا المهدي بمواصفاتهم هم أنهم يتركون الآن زعماءهم وحكام العرب ويبايعون هذا؟ ما رح يحصل هذا الشيء. والدليل أنه ظهر أكثر من مهدي في أوساطكم وخابوا جميعا، حاولوا هؤلاء أن يتقمصوا دور هذا المهدي على حسب النظرية البكرية وخابوا. ألم يظهر المهدي السوداني؟ ما حقق شيء. هذا الآن اللي في السودان الصادق المهدي، مو هالشكل، هذا الزعيم، زعيم أحد المعارضة حزب الأمة يمكن، هذا لماذا يسمى الصادق المهدي؟ لأنه ينتسب إلى رجل، هذا من سلالة واحد ظهر قبل فترة، قبل عشرات السنين في السودان، ادعى قال: أنا المهدي، أنا المهدي. وصار له أتباع وصار له جماعة وحكم يعني أجزاء من السودان، ولكنه نتيجة خاب وكل شيء تبدد. هذا القادياني المهدي أيضا الذي ادعى المهدوية، وغيره وغيره كثيرون. أساسا السلطات الحاكمة التي جاءت للطائفة البكرية قدمت نماذج للمهدوية، يعني قدمت نموذج مهدي جاهز مجهز. يعني أبو جعفر المنصور هذا الدوانيقي لعنة الله عليه، هذا شنو سوى؟ سمى ابن محمد، هو اسمه عبد الله وابن محمد، فقال: إذن ينطبق عليه الحديث محمد بن عبد الله، هذا المهدي الموعود، سماه خلص خليفة الله المهدي، وهذا اللي أنتم تنتظروه. بالفعل سمي عند العباسيين المهدي العباسي خليفة، ولكن طلع شنو؟ طلع واحد خبيث عاهر مع الجواري مع الكذا إلى آخره، المهدي العباسي. فسقطت النظرية عندكم، سقط الاعتقاد أصلا. لماذا؟ لأنه اعتقاد زائف، جعلتم المهدي شخصية أي واحد ممكن أن يتقمصها. أما نحن لا، المهدي ذو نسب واضح، اسمه واضح، صفاته واضحة، هو ابن الحسن العسكري، ابن علي الهادي، ابن محمد الجواد، ابن علي الرضا، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين سيد الشهداء، ابن علي بن أبي طالب، وأم الحسين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، بنت رسول الله محمد خاتم المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. واضح خلص، أي واحد ما يقدر يدعي أنه هو المهدي.
عندنا ما يمكن أن يظهر، له علامات ذكرتها الروايات الشريفة، حددتها، بينتها، له صفات. فلذلك إن كان يبحث عن مهدي حقيقي فلا يكون إلا مهدي الشيعة. أما أي شخصيات أو شخصية المهدي عند الفرق الأخرى فلا يمكن أن نجد لها حقيقة. أحسنت سماحة الشيخ. في عند الأخ سؤال ثالث، وسؤال نستشف فيه أنه عنده ميول وحب لأهل البيت سلام الله عليهم، وتعظيم وتقديس لأهل البيت سلام الله عليهم. فيقول خط أهل البيت دائما له هالة وسحر، فلا يوجد ما يذكر إلا بالحسن، ولا يذكرون بسوء، ولكن السوء دائما يأتي من غيرهم كالصحابة كما ذكر. نعم، وهذا واقع، هذا واقع بالفعل، ونحن نشكره على هذا الإنصاف ونتأمل فيه الخير. بالفعل يا أخي، إذا أنت رأيت تاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام لا ترى فيه إلا كل طهر ونقاء وعدل ورحمة. أما حين تنظر إلى تاريخ الآخرين، بمن فيهم أبو بكر الذي يعتبر خليفة راشدا يعني عندكم، تجد أبا بكر مع كل الأسف كان دكتاتورا، كان مجرما، كان طاغيا. أقل جرائمه، يعني هذه التي يثبتها الطبري وغيره من المؤرخين كما نقلنا وذكرنا وخرجنا سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام، أقل جرائمه المقابر الجماعية، يعني هاي أقل الجرائم، أنه أمر بمقابر جماعية نفذها كل من خالد بن الوليد وزياد بن لبيد الأنصاري، ناس أخذوهم كبوهم بالحفر وقتلوهم بدعوى أنهم رافضون يعني للزكاة. هم ما رفضوا الزكاة كما بينا، هم رفضوا حكومة أبي بكر ورفضوا إعطاء الزكاة لهذا الخليفة غير الشرعي. قالوا كما أيضا ذكرنا من مصادر التاريخ عندكم، قالوا لو جاء رجل من أهل بيت رسول الله لبايعنا. كان عندهم وفاء للبيعة التي بايعوا فيها أهل بيت رسول الله وزعيمهم أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أقل جريمة لأكبر وأعظم خليفة عند الطائفة الأخرى وهو أبو بكر الذي يسمونه بالصديق، أقل جريمة هي المقابر الجماعية، فماذا عن الآخرين؟ يعني ماذا تتكلم مثلا عن عمر وعن عثمان وعن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس؟ حتى أئمة المذاهب الأربعة، أرجو من هذا الأخ، أنا عندي سلسلة محاضرات يعني يمكن 5 أجزاء 6 أجزاء لا أتذكر، بعنوان مالك بن أنس، كنت ألقيها أسبوعيا على الإخوة يتذكرون في المجلس الأسبوعي، وذكرت تلك الحقائق المخفية من سيرة هذا الرجل، بينت وجهه الآخر، كم كان مجرما، كم كان دنيويا، كم كان رجلا سافلا إلى أقصى درجة حقيقة. وكل ذلك أخرجته من كتب المالكية، لا أنه مثلا أخرجتها من كتب خصوم المالكية حتى يقال هذا كان من التناحر المذهبي، لا، حقيقة تاريخ مسكوت عن مالك بن أنس، يعتبر إمام الزهد والتقوى وكذا، وكان رجلا فاحش الثراء، متحالفا مع السلطان دنيويا، يأمر بحبس الناس، يأمر بقتل الناس، كان هكذا رجلا. كذلك الآخرين إن شاء الله إذا يعني يسعني المجال ويصير عندي شوية وقت والله عز وجل يوفقني، أنه أعرض أيضا التاريخ الحقيقي للشافعي، لأبي حنيفة، لأحمد بن حنبل، هاي الصفحات المسكوت عنها
لابد أن تظهر للناس. فمثل هذه الجرائم، مثل هذه الصفحات السوداء، لا تجدها مثلا في سيرة زين العابدين والصادق والباقر والكاظم والرضا وأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا يعطيك صورة واضحة يا أخي أنه لمن تسلم دينك؟ بالله عليك تسلم دينك لأمثال أبي حنيفة؟ لأمثال مالك بن أنس؟ أم تسلمه للإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما؟ قليلا من الرشد، الأمر واضح. نعم سماحة الشيخ، كان عند الأخ عاصف من سوريا سؤال، ما هي منزلة الحيوانات في الدنيا والآخرة؟ وهل نستطيع أن نطلق عليهم لفظ الإيمان؟ نعم نستطيع، وقد يكون هذا مفاجئا، ولكن هذا هو ما يتفق مع كتاب الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يمكن أن تسبح هذه الحيوانات لله تبارك وتعالى وهي غير مؤمنة به، القضية واضحة. والكتاب العزيز كذلك يثبت أن بعضا من الحيوانات كان عندها شيء من الإدراك بحيث تتمكن من أن تميز لله فقط، أي أن هنالك خالقا لها تسبحه، وإنما أنبياء الله تعالى كذلك. كان الهدهد يتخاطب مع سليمان ويعلم أنه سليمان رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت النملة أيضا تعرف أن هذا سليمان رسول الله نبي الله عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن هذه الحيوانات كانت تؤمن بأنبياء الله، كانت تؤمن بالله وتسبحه. وعندنا روايات شريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم، مضمونها أن بعض الحيوانات تدخل الجنة أيضا، مثل حمار عزير عليه السلام، كلب أهل الكهف عليهم السلام، وأكثر من حيوان الآن لا أتذكر بالضبط نصوص الروايات في هذا الشأن والحيوانات التي ذكرتها. على أي حال، هذا أمر ليس بعيدا عن رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، المشهور شهرة في الثقافة الإسلامية أنه الحيوانات وإذا الوحوش حشرت تحشر في أرض المحشر يوم القيامة، والله عز وجل يفصل بينها ويحكم بالعدل بينها، فمن كان من الحيوانات قد أجرم في حق الآخر يأخذ ذلك حقه ويقتص منه، وثم بعد ذلك يصبح الجميع ترابا، وحين ذاك هذا العاصي الإنسان العاصي يقول: يا ليتني كنت ترابا. ويقول المفسرون أنه المقصود من ذلك أنه يقصد أنه: يا ليتني كنت مثل هذه الحيوانات أصبح كالتراب، يعني لا جنة ولا نار. نعم، هذا المشهور في الثقافة الإسلامية وفيه آثار، ولكن لا يمنع ذلك من مزيد من التحقيق حتى يعلم أنه هل جنس الحيوانات محروم من الجنة والنار، أي من هذا المآل الذي تتجه إليه الأجناس الأخرى كالإنس وكالجن، أم أنه لا، ليس محروما بشفاعة ودلالة تلك الآيات ودلالة تلك الروايات، ويمكن لبعض الحيوانات أنه على قدر إدراكها وتكليفها تكون حائزة على ما الله عز وجل يحبوها به أو ينعم به عليها من النعيم. ذلك يحتاج إلى بحث مفصل، يترك إلى أو يوكل إلى حينه إن شاء الله تعالى. ولكن المهم هنا أنه نعم، يمكن أن يقال إن بعض الحيوانات مؤمن، ويمكن أن يقال كذلك أن بعض الحيوانات جاحد وكافر. وهنالك أيضا روايات في هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وآله لعن بعض الحيوانات، الوزغ مثلا وغيره والحية وغيرها،
وأنه هذا اللعن بسبب جحودها وإنكارها وعصيانها لله تبارك وتعالى. أحسن سماحة الشيخ، ونفتح الله مجال اتصالات للإخوان. ناخذ اتصال من البحرين من الأخ ميثم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طمنونا على صحة الشيخ، البارحة كان وياه تعبان يعني شوي، نخاف يطلع الكوس. يقول ان الشيخ هذه نتيجة المباهلة يعني كان تعبان. لا الحمد لله كان شوية تضاف. الحمد لله الحمد لله بخير، بس انا احيانا عندي اضطراب في الضغط، يعني يكون عادة بسبب الإجهاد وما أشبه. الحمد لله بخير، الحمد لله ببركات دعواتكم ودعوات المؤمنين إن شاء الله. السؤال الشيخ قبل في حلقات سابقة قال إن ما يصح إن النبي يبشر أحد الأصحاب بالجنة لأن هذه شجعة على المعصية، لكن الشيخ في أحد إجاباته على الموقع قال إن الإمام علي بشر أبو لؤلؤة بالجنة، وقال له عمر بن الخطاب لعنة الله عليه هذا الحديث: غير أني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة ابن عبد أم عمر تحكم عليه جواز فيقتلك توفيقا ادخل به والله الجنان على رغم الملك. فهذا نطلب التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. وناخذ اتصال من سيد علي من الجزيرة المحمدية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. جزاك الله بالخير والعافية. عليكم السلام ورحمة الله. عندي كلمة وسؤال لو سمحت. تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ ياسر الحبيب، وعافاك الله وألبسك لباس الصحة والعافية بحق محمد وآله الكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: إن إبراهيم كان جزاكم الله خيرا هذا من لطفكم ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم. إنك يا شيخنا ياسر الحبيب لقد حطمت الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فطاش القوم حنقا وحقدا عليك لأنك ذكرت آلهتهم بسوء، وإن شاء الله محفوظ بإذن الله الواحد القهار. وعندي سؤال. تفضل. أرجو من الشيخ يشرح لي حديث التقية ديني ودين آبائي، وفي نفس الوقت لا تقية الدماء، وهل العمل بالتقية استغلوها علماء الدين لخوفهم من السلطان الجائر ولتمسكهم بالدنيا واتخاذها حجة، وهل هذا يشفع لهم ولحجتهم؟ والسلام عليكم. وعندي عندي عندي هذا بيت شعر بس لأخوان نواصل. تفضل. مخوان نواصب ما يصير، هم ناصب هم اخو ما يصير، الاعداء النواصب. ما علي ما اخا اخا لا 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 دقيقه اخا اخا عادل الانبياء يسموا هذا اعداهم في القران. يلا يلا ما نمشيها لك يا سيد علي، تفضل. علي ابو حسين للدنيا عمرها، علي ابو حسين للدنيا عمرها، قتل مرحب وسناها بعمرها. نواصب وين ابو بكر وعمر؟ هذاك في جهنم في قعرها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت. طيب الله ينفعكم. اخذ الاتصال من الاخ فائز الجبوري من سويسرا. عليك السلام ورحمه الله. اخواني يمكن كل الباتري هذا تبدلوا لي اياه لو سمحتوا. السلام عليكم اخ فائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الله؟ حياك الله حبيبي، طابلونك. السلام عليكم شيخنا. اسال الله ان يكون عليكم السلام ورحمه الله. دققنا عليه بالامس حينما رايناه تعب وشويه صحته دهورت، نسال الله ان تكون هذه الاشياء في ميزان اعماله وممحاه لسيئاته.
شيخنا الجليل إن نراكم حريصين أشد الحرص على أستاذ البكريين أن يشاهدوا البرامج ويتناقشون معكم حول ورقة البحث التي تطرحها، ولكن شيخنا أنا أقول لك يعني وأخذها من أخوك الحقير، يعني لا تقهر نفسك على هؤلاء، لأنه الآية القرآنية تقول أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني هؤلاء البكريين معظمهم تجدهم يشاهدون المسلسلات التافهة السورية واللبنانية وما أعرف إيش، ولا يشاهدون هذه القناة المباركة. فأنتم الآن بعملكم هذا تثقفون الشباب الشيعي كيف يواجهون هؤلاء البكريين. شيخنا الجليل عندي سؤال واحد أنا، وآسف على الإطالة. شيخنا أنت طرحت مسألة سب الصحابة كما يدعونهم، ولكن هم يقولون لنا دائما الصحابة بينهم تشاتموا لا إشكال فيه، ولكن نحن حينما نلعن المنافقين والمجرمين من أمثال ابن آكلة الذئبان أبا بكر وابن صهاك عمر فهذا ذنب، ولكنهم هم مجتهدين وهم على حق، فإن تشاتموا بينهم لأنهم كلهم بمستوى مرتفع وعالي فهذا لا غبار عليه، لكننا ليس لنا الحق أن نشتم الصحابة والتابعين وتابعين التابعين. وأسف على طالة وشكرا جزيلا. حياك الله. نقص وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد هم يطولون يسوونها الطول، تابعين تابع تابعين وتابع تابع تابع. ناخذ أبو منهال من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. انتم بخير وصحة وسلامة. تحية طيبة إلى مقدم البرنامج ولا سماحة الشيخ. حياك الله، الله يحييك إن شاء الله. وردي عن أمير المؤمنين أول الدين معرفة الله، عندي اقتراح إلى سماحة الشيخ أن يقدم سلسلة محاضرات التوحيد يبين فيها رأي المخالفين ورأي أهل البيت، وتكون على شكل سلسلة محاضرات كما فعل في كيف زيف الإسلام، ولكم جزيل الشكر. حياك الله وياك إن شاء الله. سماحة الشيخ، بالبداية عندي سؤال من أمس من الأخ أبو سليمان، يقول هل أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي خاطب موسى؟ لأن أمير المؤمنين هو القرآن الناطق، وكذلك هو الذي خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء، فهل هو أمير المؤمنين؟ هناك بعض الآثار على ما ببالي تذكر أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخاطب موسى عليه السلام ويخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة إسرائه ومعراجه، فإنه خلق صوت علي عليه السلام، أي خاطبه بصوت علي، لأن الله عز وجل لا صوت له. لا يعني ذلك أن عليا هو الذي خاطب عليه الصلاة والسلام، وإنما الله عز وجل هو المخاطب، وإنما على حد يعني تلك الآثار التي يحتاج أمر التدقيق فيها إلى بحث علمي، أنه استخدم صوت علي فقط، لأنه لا بد من صوت، والله عز وجل لا صوت له، إنما يخلق صوتا، فاستخدم صوتا هو من أحب الأصوات إليه، وهو صوت أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم إن شاء الله. في سؤال للأخ ميثم، يقول أن سماحتكم ذكرتم في حلقة من الحلقات أن لا يصح أن يبشر النبي صلى الله عليه وآله أحد أصحابه في الجنة لأن ذلك أو بالجنة لأن ذلك يشجعه على المعصية،
ولكن ذكرتم في أحد محاضراتكم الرواية المشهورة لأمير المؤمنين سلام الله عليه الذي بشر أبو لؤلؤة رضوان الله عليه بالجنة، فيريد توضيح هذه الروايتين. يعني أولا إني ذكرت هذا الأمر على سبيل القاعدة التي لا تأبى الاستثناء، هذا فليكن ملاحظا لأني كنت في سياق إلزام الخصم بما يعتقد، والخصم يعتقد بأن الإغراء بارتكاب القبيح قبيح، ولهذا رددنا حديث العشرة المبشرة بناء على مباني الخصم. أما على مبانينا فإنا لا نقول بأنه يعني هذه قاعدة لا تأبى الاستثناء، هذا فليلاحظ أولا. ثم فليلاحظ ثانيا أنه هذا الحديث أيضا الذي ذكرناه في إجابتنا على ذلك السؤال لا ينقض هذه القاعدة أيضا، فإن هذا الحديث المخاطب به عمر لعنه الله، لا المخاطب به أبا لؤلؤة عليه الرضوان. يعني لم يكن أمير المؤمنين قد خاطب أبا لؤلؤة وقال له اضمن الجنة لنفسك، وكان أبو لؤلؤة لا يزال أمامه عمر طويل، فيمكن هنا أن يغتر ويرتكب المعصية بناء على هذا الضمان. إنما كان الكلام لعمر وقيل له يقتلك توفيقا يدخل به الجنان رغما عن أنفك، ومضمون الرواية هكذا. أما قولنا أنه مبشر في الجنة فمن باب التسامح اللفظي، يعني باعتبار أنه قد سبق الضمان له بالجنة على لسان الأئمة الأطهار، على لسان إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللحاظ، وإلا فإنه قد يقال هكذا أنه أبو لؤلؤة ما كان عالماً بأنه موعود بالجنة إذا أقدم على قتل عمر، فلذا لا يغتر بارتكاب القبيح. وهنالك تفصيل آخر في هذا المبحث، وهو مبحث كلامي لا أتذكر إن كنا تعرضنا إليه في دروسنا الكلامية الحوزوية، ولكن المهم أن يقال هكذا إن هذه قاعدة لا تأبى الاستثناء، ولو بلحاظ أنه بعض من يبشرون بالجنة في حياتهم يثبت لهم ما يسمى الآن في الاصطلاح العصمة الصغرى، وفي هذا بحث مفصل نوكله إلى حينه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. في السيد علي من الحجاز أو من الجزيرة المحمدية سأل أو طلب شرح لحديث التقية، التقية ديني ودين آبائي، وكذلك لا تقيتها بالدماء، وهل التقية يأخذها بعض البتريون مطية لمآرب أخرى ولمصالح شخصية؟ أولا فليلتفت إلى أن هذا الحديث الشريف له لفظ آخر لعله الأصح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام التقية من ديني ودين آبائي. هذا اللفظ على ما أتذكر رواه شيخ الطائفة الطوسي في التهذيب، ونقول لعله الأصح لأنه أقرب إلى لسان المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فإن اختزال الدين كله في التقية أمر بعيد عن لسانهم وعن فصاحتهم وعن دقة تعبيرهم. أما أن تجعل التقية من الدين فهذا لا شك ولا ريب فيه. ثم إنه ينبغي ملاحظة مناسبة ذكر هذا الحديث، لعلكم تجدون الأحاديث خالية عن ذكر المناسبة، ولكن بملاحظة مجموعها تعرفون أن له مناسبات، من بينها مثلا
أن الإمام الصادق صلوات الله عليه أفطر في يوم من شهر رمضان، لأن الحاكم العباسي وهو المنصور الدوانيقي لعنه الله كان قد أعلن ذلك يوم عيد، فقال الإمام الصادق عليه السلام: ما مضمونه؟ إني أفطر هذا اليوم، وإنه والله ليوم من شهر رمضان، ولكن أفطره للتقية، التقية ديني ودين آبائي، أو التقية من ديني ودين آبائي. فهنا هل يأتي أحد ويقول اليوم أنه الإمام عليه السلام قال هذا الحديث في واقعة الإفطار والصيام تبعا لحكم الحاكم غير الشرعي، فنحن علينا أن نفعل ذلك كذلك اليوم وإلا نكون مخالفين لحكم التقية؟ لا أحد يقول هذا. من منا اليوم يصوم ويفطر بناء على حكم الحاكم غير الشرعي، أي حكم الحكومات هذه الموجودة الآن؟ لا، الآن بحمد الله نتمكن من أن نؤخر مثلا إفطارنا، هم يثبت عندهم يوم عيد، إحنا ما يثبت عندنا، نصوم هذا اليوم نفطر ثاني يوم، لا يقع علينا قتل، لا يقع علينا اضطهاد بسبب ذلك. أما في تلك الأزمنة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، كان الشيعي لو لم يفطر في هذا اليوم كان يعرف بتشيعه فيؤخذ ويقتل. أصلا كان يعتبر هذا رفض، أنه ترفض أنت حكم المنصور العباسي مثلا، ترفض حكمه في أنه هذا يوم ثبت عندي الهلال، ثبت شهر رمضان، أو ثبت العيد، هذا كان يعتبر تمرد على شرعية الحاكم، أنه أنت ما تعترف بشرعيتي، فكان يؤخذون يقتلون لهذا السبب. الآن لا، الحمد لله حكام العرب والعجم ما يتعاملون معنا بهذه الطريقة، ولذلك تجد مثلا بالخليج حتى أصلا الصحف تكتب أنه ثبت لدى هيئة الرؤية الشرعية اليوم عيد، ولكن الإخوان الشيعة باكر عيدهم ولا يقع شيء، ما يعتبرون ذلك يعني تمردا على شرعية الدولة، فلا يؤخذون الشيعة بذلك. من هنا نفهم هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة جدا، أن التقية ليس المطلوب بها أن تطبقها في كل مورد، وإن كان قد طبقها الأئمة عليهم السلام في تلك الموارد، يعني لا تطبق التقية في مسألة أنه تصوم وتفطر مع العامة لأن الإمام الصادق هكذا فعل في ذلك الزمان وقال التقية ديني ودين آبائي، أو التقية من ديني ودين آبائي، لا، وإنما تنظر الآن أنه هل علي ضرر إذا ما خالفتهم وأفطرت وصمت بناء على ما يحكمه الحاكم الشرعي عندنا، هل هنالك ضرر؟ تقول لنفسك لا، إذن تحرم عليك التقية في هذا المورد، وإن كان هذا المورد قد فعل أو عمل به بالتقية إمامك المعصوم في ذلك الزمان، لأنه ذلك الزمان غير هذا الزمان، الظروف تغيرت. فكذلك الحال فيما نحن نتصدى به وإليه اليوم. بعض الجهلة والقاصرون عن استيعاب العلوم الشرعية جيدا هكذا ينكرون علينا أنه الأئمة عليهم السلام في ذلك الزمان حرموا الجهر بثلب القوم، حرموا الجهر بالنيل من أمثال أبي بكر وعمر مثلا، فأنتم تخالفون التقية والإمام قال التقية ديني ودين آبائي، أو من ديني ودين آبائي. نرد على هؤلاء أنه ذاك زمان وهذا زمان، اليوم لما نجهر لا يقع علينا ضرر، وهذه التجربة أمامكم الآن، هذه سنوات الآن صوتنا الحمد لله وصل إلى كل العالم، العالم الإسلامي وصل إليه صوتنا، وسمع أننا مثلا نكفر عائشة ونقول أنها المدانة من فوق سبع سماوات ونقول هي في النار، ماذا وقع؟ شنو اللي صار الآن؟ لا تقول لي صارت ضجة وصارت مشاكل وكذا، هذا طبيعي، هذه ردود فعل، ولكن ضرر حقيقي معتد به وقع؟ لا
لم يقع، يعني صار أمرا عاديا. الآن هم اعتادوا على سماع وجهة النظر الأخرى، واعتادوا على سماع النيل والفضح لرموزهم، اعتادوا وبدأوا يتعاطون معه الآن، يتعاملون معه بشكل طبيعي. يعني سابقا، يعني أنت ارجع فقط إلى مثلا 15 سنة 20 سنة إلى الوراء، إذا كنت أصلا تسمع أصلا تتخيل أنه في وسيلة إعلام في تلفزيون مثلا يقال هكذا: أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، كانت تقوم الدنيا، كان يصير بها مجازر. الآن لا، بالمباهلة الحمد لله تعالى، الله وفقنا لذلك، صار كل الفضائيات نقلوا على الهواء مباشرة قولنا: أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. وشنو صار بعدين؟ جلسة لطم إلى نص الليل وخلص، كان الله غفورا رحيما، وكل واحد راح على بيته وكل سنة وانت طيب، ما صار شيء. يعني بدأوا يتعاطون مع الأمر بشكل طبيعي الآن. فإذا لا تقية في هذا المورد، باعتبار أنه ليس ها هنا ضرر معتد به، على أنه حتى لو كان فتعلمون بأنه سيقتصر على من؟ على القائل، يعني يقتصر علي أنا شخصيا، على من يحيط بي ويرتبط بي، ونحن الحمد لله يعني متقبلين هذا الجانب، ووضعنا يعني أرواحنا ثمنا رخيصا لهذا الطريق في الواقع، لأنه القاعدة هي هذه، أننا نحن نفدي الدين لا أنه الدين يفدينا. يعني علينا أن نلاحظ هذا الأمر، هذا طريق فيه جهاد، هذه رسالة مبدئية، هذا منهج عظيم جدا فيه تضحية، نريد بهذا المنهج أن نحرر هذه الأمة المخدوعة من الأوهام ومن رموز لا تستحق أن تتبع أو تحترم أو تتولى. من الخطأ الكبير أنه نعمم التقية على كل شيء، يعني بالطالعة والنازلة هكذا، هذا خطأ كبير، خطأ جدا كبير. لو كان الأمر يجري هكذا لكان الآن مثلا علينا أن نمتنع حتى عن ذكر فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنه وردت عندنا روايات صحيحة معتبرة أنه لا تذكر مضمون الحديث، لا تذكر فضائل علي وفاطمة، هذا كله هم في باب التقية في الكافي الشريف، ارجع إليه، أصلا مو لا تذكر فضائل، لا تذكر عليا وفاطمة، لا تذكر عليا وفاطمة، حديث شريف أنه فإن الناس ليس أبغض إليهم من علي وفاطمة. الآن ما حد يعمل بهذا الحديث أساسا، عندنا أحاديث تحرم علينا دعوة الناس إلى التشيع، وهذه أيضا واردة في باب التقية، ولكننا اليوم لا نعمل بها. هاي فضائيات عندك، وسائل إعلام ليل نهار ندعو الناس إلى التشيع، نقول تعالوا تابعوا أهل البيت عليهم السلام أو اتبعوهم، لماذا لا نعمل؟ أصلا حتى هذا التختم باليمين، ماكو هذا التختم باليمين الذي هو من علامات المؤمن، حديث الإمام العسكري عليه السلام، علامات المؤمن خمس، إحداها شنو؟ التختم باليمين. تلاقي لذلك كل واحد معمم، كل واحد شيعي عادة يتختم باليمين عملا بهذا الاستحباب. الإمام العسكري نفسه، وهذه حقيقة أيضا مجهولة، مفاجآت، إحنا دائما هكذا نأتي مفاجآت صادمة للناس، أنه الإمام العسكري عليه السلام نفسه أبطل هذا الحديث الأول، أو بالأحرى نسخه إنجاز التعبير. هناك حديث آخر بعد هذا الحديث، بعدها بكم سنة، الإمام عليه السلام كان جالس مع مجموعة من أصحابه وقال: الآن آمركم بأن تتختموا باليسار. قالوا له: أمرتنا بأن نتختم باليمين؟ قال: نعم، عرفتم الآن وشهرتم بذلك، عرف أنكم شيعة، فلذلك الآن نأمركم بأن تتختموا باليسار، وبلغوا أشياعنا، الكل خليه يتختم باليسار من الآن فصاعدا. وهو الإمام نفسه، أو هم الذين في محضره كلهم، ذهبوا نزعوا الخواتم من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى امتثالا لأمر الإمام عليه السلام. فإذا إذا قلنا بأنه التقية هكذا لها يعني ما يمكن تسميته بالعموم الاستغراقي هكذا، فإذا حتى التختم باليمين يصير حرام، ذكر فضائل أهل البيت يصير حرام، إعلان يوم الفطر يوم العيد غير يوم العامة حرام، دعوة الناس إلى التشيع يصير حرام،
هذا لا يقول به عاقل. الزمان يتطور، يتبدل، يتغير، علينا أن نكون عقلاء ونفهم هذه الأمور. فترة من الفترات شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمان الأئمة السابقين صلوات الله عليهم ما كانوا يتمكنون حتى أن يتحدثوا يروون عنهم. جاء زمان الإمام الجواد عليه السلام، رأى مع أنه كانت الظروف خانقة كذلك في عصره، إلا أنه رأى أنه لو يستمر هذا الوضع فإن الحق سيندثر سيتبدد. فجاء إليه جماعة من أصحابه قالوا أنه لدينا كتب يعني لأصحابنا رووا فيها عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق، وقد كتموها للتقية، فماذا نصنع؟ قال حدثوا بها فإنها حق. فالإمام عليه السلام هنا أمرهم برفع التقية، مع أنه التقية يعني ظرف التقية والمسوغ للتقية كان باقيا، ولكن أكو مزاحمة هنا. إذا كانت التقية تؤدي إلى إماتة الحق أو إلى إعلاء شأن الباطل تحرم التقية نفسها، عليك أن تمد رقبتك للسيف كما صنع الأجلاء من أصحاب أئمتنا عليهم السلام، على رأسهم أبو ذر مثلا. أبو ذر ما عمل بالتقية، حجر بن علي ما عمل بالتقية، ميثم التمار ما عملوا بالتقية، ولذلك قتلوا، ولئما كانوا يثنون عليهم ما كانوا يلومونهم. حتى هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه والله مضمون أنه ما منع ميثم من التقية، ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه ما كان ممنوعا من التقية، ولكنه مع ذلك ضحى، لأنه رأى أنه إذا الأمر هكذا يستمر يموت الحق ويعلو شأن الباطل. هذا أمر ينبغي ملاحظته جيدا، ولا تتخذ التقية ذريعة لخلط الحق بالباطل كما يفعله بعض مرضى القلوب من البتريين والمنافقين المندسين في جملتنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء يريدون تعطيل كل جهد تحرري نريد به أن نتحرر ونحرر الأمة، يعطلونه بحجة التقية، وهم أبعد ما يكونون عن فهم التقية الشرعية. هذه تقية شيطانية مغلوطة لا يبيحها الشرع الإسلامي، وحذرنا منها أئمتنا عليهم السلام. وهنالك حديث شريف طالما ذكرناه وبيناه للإخوة المؤمنين أن الإمام الصادق عليه السلام يحذر من هكذا نوع من التقية، ويقول أما والله، مضمون الحديث، لو دعيتم لنصرتنا لقلتم لا نفعل، يعني لما يظهر المهدي عليه السلام، لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. تصير مرض حيث الإنسان حتى يعمل بتقية وأحب عنده حتى من أبوه أمه. ولا ينصر الإمام المهدي عليه السلام حين يخرج بحجة أنه ماذا؟ لا نفعل إنما نتقي، روح إحنا نريد أن نعمل نستمر بالتقية. فعلى الإنسان أن يكون متوازنا، تقية تباح لك حين ترى ضررا جديا يتوجه إليك، حين ذاك اعمل بالتقية. ثم عليك أن تلاحظ أنه حتى لو هذا الضرر يتوجه إليك، لكن إن عملت بالتقية فالضرر أسوأ على جانب الدين، الدين يتضرر، أبناؤك مثلا تتلوث عقيدتهم، هنا عليك أن تمد رقبتك إلى السيف وتمضي شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخت خديجة، خديجة من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. سلام الخاص إن شاء الله المبارك للشيخ الكريم الفضيل. حياك الله. الله يحفظك مولانا الكريم. أتمنى أن نتوجه السؤال لمولانا الكريم، أنه هل صحيح السيدة خديجة عليها السلام والسلام ورحمة الله وبركاته كانت متزوجة قبل أن تتزوج من الرسول؟ لأنه في كتير أقوال وأحاديث تتحدث بها الشيء هيدا، وبتقول أنه يعني هل هذا الشيء صحيح؟ وبتمنى من الشيخ الكريم الفاضل بأن يبين لنا أنه ويحدثنا عن السيدة خديجة السلام عليها الصلاة والسلام
بما لها من الفضل الكبير عند نشرة الدعوة الإسلام مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هي كانت صاحبة المال. ومع العلم بأن الرسول كان يقول الإسلام بني على مال خديجة وسيف الإمام علي عليه الصلاة والسلام، بينما القنوات الأخرى تتحدث إما يعني على طول عن عائشة عائشة. وهل عاش الرسول صلى الله عليه وسلم فترة طويلة مع عائشة؟ إن كانوا يقولوا دائما عن عائشة عن عائشة، لحتى صار عندها الأقاويل وهالأحداث الكثيرة يعني لعنة الله عليها. وبتمنى منكم إن شاء الله إنه الدعاء، وندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله بليالي المباركة يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورة على السؤال، وإن شاء الله سماحة الشيخ يسجل اسم الأخت خديجة للدعاء إن شاء الله في الأيام المباركة. ناخذ الأخ علي من شيفيلد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أهلا مرحبا. مين مع عبد الله؟ أي نعم. كيف حالك يا أخي؟ حياك الله. بغيت بسأل الشيخ، كيف الشيخ صحتك؟ كيف إن شاء الله الضغط؟ لأنه شوف سمعنا في تلفزيون في أمريكا، في عندهم واحد كذا كان يتكلم فأجاء الضغط ووقف قلبه في نفس المكان. فالضغط هذا الله يخليك انتبه، البرد 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 يا شيخنا، انتبه من البرد، لأن البرد ذا يكسر العظام، دير بالك. عرفت كيف ولا لا؟ ويعطيك الله العافية. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. لأنه أنت تتكلم بس لكن إيش تعرف؟ ما تعرف إنه في ناس يريدوك إنك أنت صحتك تظل كويسة. لا حول، يعني إيش كيف إيش رأيك أنت بالكلام اللي قبل شوي الحين كلمتنا إياه؟ أحسنت. اللي قبل شوي الحين كلمتنا إياه وقلت لنا إنه في كذا وكذا. التقوى أصل، التقوى هي أصلها أجت من التقوى. التقوى أحسنت. أجت من إيش تعرف أنت؟ قلت لي سيدنا علي استعملها أيام الملك ذاك، ولكن نحن نلبس منها مريضة. كيف الكلام هذا؟ نحن ما عاد عرفنا شيء. وضح لنا إيش القصد وإيش المفهوم اللي تريد أنت تفهمه البشرية. لازم يكون شيء واقعي ومفهوم ملموس، مش أي كلام الله يخليك. يا أخي أنت الله أداك صحة ولسه عادك شاب صغير، بس مش بالطريقة هذه. خلاص تفتح الأبواب، أنت بتفتكر إنه الأبواب فتحت لكل واحد من هبه وذبه جاء وقال. هذا ما بينفع الله يخليك. وهذا الشهر كريم، نبغى يعبر كريم بيننا كلنا كمسلمين. إن صمنا مع بعض والله، إن فطرنا مع بعض برضه كلنا المهم يا أخوة. عرفت كيف؟ بس انت تكثر في الاشياء دي، تكثر فيها، وخاصة في رمضان. اتقي الله، الله يصلحنا ويصلح الكل ان شاء الله. الله يخليك خففها شوية. الله يطول بعمرك ومشكورين، وعطاك والف عافية والف خير. حياك الله حياك الله. اخوان بس ناخذ اتصال الاخ محمد من كاظمية، وبعدين اوكي وبعدين اي نعم. السلام عليكم الأخ محمد من كاظمية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم بحق محمد وآل محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان، لعن عاد وثمود بحق محمد وآل محمد. السلام على الشيخ المجاهد ياسر الحبيب ورحمة الله وبركاته، وعلى الأخ عبد الله الخلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي اليوم بشرى وتهنئة القناة فدك والحضرة الشيخ ياسر الحبيب سماحة الشيخ. الحمد لله والشكر، تم فضل الله وفضل أهل البيت وفضل محاضراتكم. أحد أصدقائي كان مذهب الكفر والضلال،
مذهب السنة، المذهب الكافر، المذهب العمري، تمت هدايته بفضل الله وأهل البيت محاضراتكم صراحة شيخ المذهب الشيعي. اللهم صل على محمد. الحمد لله الحمد لله، الله يقوي إن شاء الله. عفوا. وسمعت الشيخ هو هنا أنا قاعد ينبس يعيد يحكي وياك ويكلمك. شكرا الله بالخير. تفضل تفضل، مو مشكلة، خليه يتكلم. فليتفضل. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة. الله يخليك، صحة وسلامة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حبيت مع الشيخ، والله فضل الله وأهل البيت وشيخنا وقناتكم الموقرة وطريقي محمد الذي خلاني يعني أفتح عيني وأشوف الهدى عن طريقكم إن شاء الله. أنا طبعاً أنا سني استمعت، والدتي هي شيعية وعدها كانت يعني تروح مجالس عندنا بالمنطقة، فعدها يعني ميول يعني للشيعة، وهذه فتنوب يعني سني متحجرس يعني بحيث كان يسب بأهل البيت ويسب هذا، فأنا يعني تايح بين اثنين ما أعرف طريقي وين. فصديقي محمد التقي بي، فدائما كان يسب ابو بكر وعمر وعثمان، فاقول له يا اخي غلط هاي ما تسبهم، فقال لي تعال يمي وشوف. فاستضافني يعني مرتين ثلاثه وخلاني ازور موسى الكام سلام الله عليه، فشفت محاضراتك يعني كل شيء. اول حتى الصراحه انا احكي يا شيخ، اول شيء استغربت وحتى يعني قلت شلون هيك يحكي شلون هيك، فأنت جبت كتب وجبت مصادر انا رحت طلعت وتبعت، المهم فصار عندي قناعه كلش. وصدقني يعني اول شيء خايف اقول لاهلي شلون، امي سندتني، بس الوالد كان ردني من البيت. فمحمد قدمني خدمه على قد امي، وحتى والده الله يخليه قال لي بس انا ما اقبل. فالمهم الحمد لله والشكر يعني بحيث انا صار لي سنتين متزوج، سنتين متزوج انا صار لي ما عندي اطفال. والدي قال لي يعني هذا الاب هذا الاب اعتبره لي قدوه، بس يقول لي انت صار لك سنتين ما متزوج وصرت شيعي صدر بعد يعني حتى اللي فضل كلام ما اقدر اقوله يعني قناتكم دينيه ما اقدر، قال لي بعد تخاطبني اذا انت خلصت. قلت ان شاء الله ابقى عمر حياتي بدون اطفال بس اكون موالي لاهل البيت، هاي كلش كافي. احسنت بارك الله فيك. ان شاء الله تدعي لي ان شاء الله، تدعي لي بدعاء يصير ولد وسمي علي. الا وسجل اسمي يمك، انا محمود وامي اسمها فاطمه، ادعي لي دعاء ان شاء الله. وان شاء الله اتفاعل بك اخي رمضان ان شاء الله، ادعو لك وان شاء الله تحصل ابن قريبا ان شاء الله وتقر عينك ويحمل اسم علي صلوات الله عليه ان شاء الله. والله اريد منك واحد زود محاضرات، لان احنا والله تايهين ما نعرف يعني ابهاتنا. الله يبارك فيكم، ثبتك الله على طريق الايمان والاستقامه. والله كش من التهم كش، بس يحكون عن الشيعه. فاحنا شنو ذنبنا احنا وكش ما نعرف، احنا تلفزيونه على قنوات سنيه ما نعرف شكو ماكو يعني. والله امي شويه تروح مجالس وصديقي محمد يعني هو واصدقائه من اشوف شيعه، اشوف الناس تمشي الحسين مشي الله، انا حالي يتيم ما امشي، اشوف الناس تروح تطبر وانا يعني ما اعرف شو اسوي. فحبيت يعني اتعرف واشوف، فجيت على قناتكم ان شاء الله ابقى للدوم، عمر حياتي خادم لاهل البيت ان شاء الله. سلام الله. شكرا جزيلا وتسلم الدعاء. انا راح يعني اجي ارد ابوي اقول له ان شاء الله يجيني ولد ولا سمي ان شاء الله حبيبي. سلام الله على ابو الحسن. محمد دابق محمد. الو. هلا السلام بيه. عليكم. هلا محمد. اخ عبد الله بس عندي سؤال للشيخ. سمعت الشيخ ياسر. تفضل. تنصحني تعطيني من نصيحه؟ نعم. انا بس اريد احصل منك سمعت الشيخ نصيحه، لان انا بعض يعني الناس منافقين قالوا لي انت اذا ظلت باوح الشيخ ياسر الحبيب ترى راح تتخبل ويصير فيك اخبار. قلت لهم ليش بس انا الشيعي الوحيد اللي يصير فيه اخبار؟
قلت له هاي صارت 100 لاني بفضل الله اللي جيت للتشيع. واحد ذاك اليوم كلمكم وهسه الاخ محمود. بعد ما سمعت الشيخ فايدك تعطيني نصيحه وتعطيني جواب لهذول المسيئين. احسنت بارك الله فيك وتقبل الله اعمالك. شكرا سماحه الشيخ. الحمد لله. حياك الله. سماحه الشيخ النصيحه محمود النصيحه هي نصيحه الامام الكاظم صلوات الله عليه. سلام الله عليه. وهي قوله صلوات الله عليه: قل الحق فإن فيه نجاتك، قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. هذه وصية ذهبية لو عمل بها كل شيعي اليوم لما كان حالنا ما عليه الآن، ولوجدتم شيعة أهل البيت هم الأعزاء، هم الأقوياء، هم سادة العالم الذين لا يتحكم بهم أحد، بل هم الذين يملكون قرار أنفسهم، ولوجدت التشيع يدخلون فيه أفواجا أفواجا، لوجدت التشيع يكتسح العالم ولا يبقى أصلا أحد إلا ويقبل التشيع عاجلا أم آجلا، إذا كلنا عملنا بهذه الوصية الذهبية. قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، هكذا قال موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. أحسنت بارك الله فيك سماحة الشيخ. عندنا تقريبا ثلاث أسئلة في تقريبا أقل من ربع ساعة. فائز الجبوري يقول أن سب الصحابة، بس هنا موضوع سب الصحابة، يقول الصحابة عندما تسابوا وتشاتموا وتشاجروا فيما بينهم فهم مجتهدون ولهم الحق فيما كل ما قالوا فيما بينهم، ولكن نحن لم نصل إلى مستواهم ولا نستطيع أن نلعنهم أو نسبهم أو نخطئهم كذلك. هذا كلام هراء لا يقبله ذو لب ولا ذو مسكة من العقل، والأمر واضح أنه على بأي دليل فرقتم بين مجتهد ومجتهد؟ يعني فقط ذلك الذي كان في ذلك المجتمع يعيش في ذلك الزمان يحق له الاجتهاد، وأنا مثلا شخصيا لا يحق لي أن أجتهد فأسب؟ إذا كان يجوز مثلا لمعاوية أن يجتهد فيسب عليا عليه السلام، وكذا يجوز لعائشة أن تجتهد فتسب عليا، وسأنقل لكم إن شاء الله في الليالي القادمة إذا أحيانا الله عز وجل أقوال عائشة في النيل من علي صلوات الله عليه صراحة. فإذا كان يحق لهؤلاء، لما لا يحق لي أنا المجتهد أنه أيضا أجتهد فأسب عائشة مثلا وأسب أبا بكر وعمر؟ لا فرق من هذه الجهة، ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله أن الاجتهاد حكر على أناس دون أناس، وأن الاجتهاد محصور بزمان دون زمان. فهذا كلام هراء لا يقبله عاقل. شيخ، الأخت خديجة سألت سؤال عن سيدة خديجة سلام الله عليها، قالت: هل كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وآله؟ تريد قليلا من الكلام عن سيدة خديجة بما لها من فضل في نشأة الإسلام ودعم ومناصرة النبي صلى الله عليه وآله، كذلك تريد أن تعرف كم الفترة التي بقيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله، لذلك كلما يذكرون يقولون عائشة عائشة عائشة، فكم الفترة التي بقيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله؟ أولا، خديجة صلوات الله عليها لم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وآله، وحين تزوجها النبي كانت عذراء، وهذا ذكره جمع من المؤرخين من الفريقين وأصحاب السير من الفريقين. هنالك
أثر رواه ابن شهر آشوب في مناقبه في الجزء الأول الصفحة 138، ونقله عن كل من البلاذري وهو معتمد عند أهل الخلاف، وأبي القاسم الكوفي والمرتضى وصاحب التلخيص، أنهم جميعا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج خديجة وكانت عذراء لم تعرف رجلا قبله. إنما في الواقع هذه من أكاذيب عائشة وأكاذيب أهل الخلاف، إذ يريدون الحط من مقام السيدة خديجة صلوات الله عليها وتصويرها بأنها كانت ثيبا لم تكن عذراء، كانت قد عرفت رجلا قبل النبي صلى الله عليه وآله وطلقت من هؤلاء أو كانت أرملة لهؤلاء ثم تزوجها النبي. هذه كذبة في حق السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليها، والهدف من ورائها هو رفع شأن عائشة باعتبار أنها البكر الوحيدة، وقد أثبتنا في كتابنا الفاحشة أنها لم تكن كذلك، بل قد عرفت رجلا على الأقل قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهو جبير بن مطعم كان زوجها الأول، وهذا مروي عند أهل الخلاف، على أنه حتى لو افترضنا أن خديجة عليه السلام كانت ثيبا فهذا لا يقدح فيها، حتى لو افترضنا، لكن المشكلة في العقلية العائشية، المشكلة في العقلية البكرية، أنه تجعل المعيار في التفضيل هو البكارة وعدم البكارة، وجود هذا الغشاء أو عدم وجوده، وهذا أمر يعني بعيد كل البعد عن المقاييس الإسلامية. أم سلمة عليها السلام كانت ثيبا وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وأجلها وعظمها، ونحن كذلك نجلها ونعظمها ونعتبرها من سيدات نساء الإسلام مع أنها كانت ثيبا، لكن لأنها كانت فاضلة تقية نقية شريفة مؤمنة موالية للنبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، فإننا نضعها على رؤوسنا. المعيار عندنا ليس هو في البكارة وعدم البكارة. عائشة هكذا كانت تريد أن تصنع لنفسها فضائل وتضحك بها على ذقون الناس، من بينها أنه تقول النبي لم ينكح بكرا غيري، كذب هذا غير صحيح، هذا من جهة. كذلك هي صورت خديجة عليه السلام بأنها كانت عجوزا، هذه أيضا أكذوبة أخرى من أكاذيبها وأكاذيب الفرقة البكرية، لم تكن خديجة عليه السلام عجوزا، كانت شابة حين تزوجها النبي لا يتجاوز عمرها 25 عاما، وهذا أيضا مذكور حتى عند أهل الخلاف في بعض رواياتهم كروايات البيهقي مثلا على ما ببالي. لكن المشكلة هكذا، أرادوا دائما أن يصوروا خديجة بأنها كانت ثيب وعجوز وكذا، وأنه يعني ليس لها يعني ذلك الجمال، ليس لها ذلك الفضل، والفضل كله لعائشة هذه فقط الوحيدة. أكاذيب، فندنا هذه الأكاذيب في كتابنا كتاب الفاحشة. فتفصيل الجواب على كلام الأخت المكرمة في ذلك الكتاب، ولذلك ننصحها بأن تقرأ هذا الكتاب جيدا، فإنه يزيل كثيرا من هذه الالتباسات ويوضح الدواعي التي جعلت عائشة تختلق هذه الأحاديث ويختلقها أنصارها لها. أما الشق الثاني من السؤال، وأنه عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله كم، فهي لم تعش معه أكثر من 9 سنوات، هذا فليكن واضحا إن شاء الله تعالى. أحسن سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في أخ من شيفيلد اتصل اسمه علي، بدأ ينصحكم نصائح عن الصحة وعن الاعتناء بالجسم والبرد وعدم زيادة التوتر حتى لا يرتفع الضغط، وتدرجت شيئا فشيئا حتى قال أنكم لا تذكرون دلائل واضحة على الذي تذكرونه، وأخيرا قال اتقوا الله ولا تكثروا هذه الأشياء في رمضان. يعني أما بالنسبة إلى الأمر الأول فأنا أشكره على النصيحة الغالية والثمينة، وإن شاء الله أحتاط أكثر من البرد وأراعي صحتي
أكثر فأكثر. ولكن أنبئك أيها الأخ أنه أنا بشكل عام، يعني بشكل عام عندي حالة اضطراب ضغط منذ القديم، يعني ليس الأمر جديدا، فأحيانا بسبب الإجهاد والإرهاق هكذا يصير عندي ارتفاع أو هبوط في الضغط، وأبدأ يصير عندي دوخة أو دوران، فلا أتمكن من مواصلة الحديث جيدا. أما بالنسبة إلى الأمر الآخر، وأحسبك مع الأسف أنك لا تتابعنا جيدا، أنت تزعم أنه نحن لا نقدم دلائل واضحة، وبالله عليك أجهد نفسي في تقديم أوراق بحثية أخرج فيها الروايات من مصادركم، الأحاديث من كتبكم المعتبرة، وأذكرها بالسند الصحيح الثابت، وأترجم لكل رجل من رجال هذا السند، وأقول هذا ثبت حجة، هذا صدوق وثقه علماؤكم، وأبين وأشرح وأفصل ساعة كلام، وبعد ذلك تقول لي أنه لا آتي بدلائل صادقة أو صحيحة وثابتة؟ يعني ماذا أصنع لكم أكثر من هذا؟ يا أخي الحق بين والباطل بين، الحق مع علي صلوات الله عليه، الحق مع أهل البيت، إن كنت تنشد الحق فلا تجده إلا عند أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أمرنا باتباعهم، لا تجده عند أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من المنافقين، وأنا أثبت أنهم منافقون بالدلائل. علامة النفاق بغض علي، وقد أثبتت لكم في هذه الحلقة في بداية كلامي أن عائشة كانت تبغض عليا، وكلام ابن عباس بحديث صحيح أخرجه أحمد بن حنبل أن عائشة لا تطيب لعلي نفسا بخير، أي كانت تبغضه تحقد عليه ما تتقبل أن يذكر علي بخير، فماذا تريد أكثر من هذا؟ أترك الحكم للمشاهدين وأترك الحكم للمنصفين وأصحاب الضمير، وأقول اتقوا الله، أنا الذي أقول لك وأقول لكم اتقوا الله، كافي موالاة لمنافقين ولظلمة ولمنقلبين على رسول الله صلى الله عليه وآله كعائشة، كافي، اتبعوا أهل البيت عليهم السلام تدخلون الجنة. أحسنت، طيب الله أنفاسك سماحة الشيخ، ونشكرك على تواجدك وتخصيصك وقت للرد على الأجوبة، وندري أنت سمعت الشيخ ما يرفع ضغطك إلا عائشة، فإن شاء الله الله ينتقم منها إن شاء الله في الدنيا والآخرة الآن ويوم الآخرة إن شاء الله، لأنها ترفع ضغطك دائما. وسماحة الشيخ نشكرك ثاني مرة، والسلام إلهي. نعم، كلمة أخيرة سماحة الشيخ. أدعو الله تعالى أن يخلص هذه الأمة جميعا من الأوهام، وأن تصحح عقيدتها باتباع سادة الأنام محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنت، بارك الله فيك، وما بقي لي في هذه اللحظات إلا أن استغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.